تقسيم الأقسام والجهات الساندة. موقع الصناعات والحرف، مسؤول القسم السيد مصطفى العميدي فليتفضل. وتكريم قسم الإعلام بشهادة تقديرية يستلم مسؤول القسم الأستاذ علي البدري. وشهادة لقسم الآليات من ينوب عن السيد رئيس القسم. قسم الآليات موجودين؟ من ينوب عن قسم الآليات؟ وشهادة لإدارة مجمع الشيخ الكليني قدس سره مسؤول المجمع أو من ينوب عنه، المجمع عفوا أو من ينوب عنه، مجمع الشيخ الكليني. وشهادة لمركز الكفيل لتقنية المعلومات للأستاذ مصطفى التميمي. وشهادة لشعبة الاتصالات لمسؤول الشعبة المهندس محمد رعد، موجود إن شاء الله. وشهادة لشعبة الورش والحرف الأستاذ خالد عبد الزيد عبد أو من ينوب عنه، حياك الله. وللجنة كتابة الأسئلة المشرف على اللجنة الدكتور حسين الغريفي. وشهادة لشعبة الإعلام المعرفي مسؤول الشعبة الأستاذ علي باسم. نعم.